خلينا نروح لزميلنا الأستاذ سمير بادي الإعلامي الجزائري، والحقيقة هو كان متواجد مع بعثة وفاق الصيف من أول يوم حتى المغادرة اللي كانت موجودة النهاردة صباحا. خلينا برضو نطمن على ردود الأفعال في الجزائر وإيه اللي بيحصل في الجزائر. أستاذ سمير أهلا بيك في قناة الأهلي. مساء الخير ومرحبا بك دكتور مساو، مرحبا بك في قناه الاهلي. الحمد لله خير، كويس ان شاء الله بخير. اهلا وسهلا بيك وسعداء بوجودك معانا. والحقيقه اكتر حاجه لفتت نظري خلال اليومين ثلاثه او من بعد نهايه المباراه وفوز النادي الاهلي باربعه اهداف على وفاق الصيف، الحقيقه تابعت الاعلام الجزائري وتابعت بعض الصفحات في الخاصه بوفاق الصيف، لقيت منتهى الاحترام، منتهى الاحترام المتبادل ما بين الجمهورين حتى في طريقه الكلام، وبيقولوا بالحقيقه استوقفني الامر ده لانه احنا بنعاني من مثل هذه العصبيه الان سواء ما بيننا وما بين بعض كبلدان عربيه، ولكن في النهايه تظل العلاقات المحترمه حاجه جميله جدا وبتستوقفنا دائما. يا استاذ هذا الاهلي لابد ان نحترمه، هذه مصر لابد ان نحترمها ايضا. انا كنت منذ اربع ايام في مصر، يعني اول مره اجي الى مصر، وانا جد سعيد وفخور اني ازور هذا البلد الطيب باهله وناسه والمضيافين. يعني منذ ان وصلنا الى مصر ونحن في رعايه اخواننا المصريين من كل شرائح المجتمع حتى يوم المباراه وبعد المباراه. الاهم كان في مواجهه تخطيط والاهليه المصري هي الروح الرياضيه الكبيره التي طغت على هذه المواجهه وعلى نتيجه المباراه. الصفحات والاعلام الجزائري الذي تحدث عن خساره وفاق الصيف القاسيه امام التونس، الكل اقر بقوه النادي الاهلي، حتى نقول نواه المنتخب المصري، لانه يعني منتخب النادي الاهلي هو نواه المنتخب المصري بقوته. الكل اقر بقوه هذا النادي الذي يعتبر الافضل في افريقيا خلال يعني الذي سيطر على رابطه ابطال افريقيا والذي يبحث عن الكاس 11. وفاق الصيف لم يظهر بذلك الوجه والمستوى الذي ظهر به فوق ارضيه الميدان، جعل كل يعني الانتقادات توجه للاعبين وايضا للطاقم الفني، لانه لم نتعرف على وفاق الصيف الذي كان ولعب مواجهه ترجي تونس في اول مواجهه السابقه في دوري المجموعات وفي هذه المنافسه. استاذ سمير الحقيقه برضو من ضمن الامور اللي انا مبسوط وسعيد بيها، الحقيقه زي ما احنا شايفين دلوقتي على معظم الصفحات الخاصه بوفاق الصيف وجمهور وفاق الصيف، يعني تحيه تقدير لجمهور النادي الاهلي، استراحه وفوز مستحق ولا يوجد اي شيء مشبوه في المباراه. مثل هذه العلاقات هي اللي احنا عايزين ننشرها، هي اللي عايزين نقول ان احنا دائما العلاقات ما بين الشعب المصري والشعب الجزائري، طبعا هي علاقات كبيره، لكن حتى في كره القدم، لان كره القدم هي من القوى الناعمه لمصر يعني، او من وسائل تقريب الشعوب ما بينها وما بين بعض. يا استاذ دعني اقول انه من يتحدث بسوء عن الجزائر في مصر فهذا مخطئ، ومن يتحدث عن مصر في الجزائر فهذا مخطئ، وهناك اناس من يدافع عن الجزائر في مصر، ومن هناك اناس من يدافع عن مصر هنا في الجزائر، لانه كاس امم افريقيا 2019 التي توج بها المنتخب الجزائري في مصر خلات العلاقه تكبر واكثر واكثر بين الشعبين الجزائري، لانه الشعب الجزائري عاش حلاوه الفرحه مع الشعب المصري، وكان المنتخب المصري هو من توج بذلك في تلك البطوله. بعد ذلك مباريات الانديه الجزائريه مع المصريه كلها كانت تنتهي في روح رياضيه عاليه وعاليه جدا، وهذا هو الاهم. ايضا مباراه وفاق الصيف والاهلي المصري، الخساره برباعيه، لكن بعد نهايه المباراه شفنا تلاحم بين اللاعبين وتبادل الاقمشه وروح رياضيه في المدرجات. جماهير الاهلي لم تقم باي تصرف قبل واثناء وبعد المباراه اتجاه فريق وفاق الصيف وجماهيره التي تنقلت، او من الجاليه الجزائريه التي تنقلت الى استاد السلام لمؤازره الفريق في هذه المباراه، هذا هو الاهم. انا يعني كنت جد مبسوط، نتحدث بكلمه مصريه، جد مبسوط بالاجواء التي عشتها في مصر. حقيقه
لم تكن لم تفاجئني لاني عشت تلك الاجواء مع انصار المنتخب المصري في كاس امم افريقيا الاخيره في الكاميرون، كنت غطيت كاس امم افريقيا حتى اخر مباراه في النهائيه التي جمعت بين المنتخب المصري والمنتخب السنغالي، غطيت تقريبا قمت بتغطيه 4 مواجهات للمنتخب المصري في تلك البطوله، عشت اجواء وكاني اناصر المنتخب الجزائري، كان في علاقه مع العديد من الجماهير المصريه، اكتشف الروح والمحبه التي توجد بين المصريين والجزائريين، اضافه الى ذلك لما تجول في شوارع القاهره التي كما قلت فقدت فيها 4 ايام، لما تحدث مواطن مصري تقول له انك جزائري فتتغير يعني نصره وتتغير وتتغير معاملته معك وكانك مواطن مصري، هذا هو الاهم. نعم. انه تكون هذه الاخوه وهذه الروح الرياضيه. اهم الاستعدادات بقى للمباراه القادمه النادي الاهلي وفاق سطيف. نعم استاذ. اهم الاستعدادات بالنسبه للمباراه القادمه الاهلي ووفاق سطيف اللي هتكون في الجزائر ان شاء الله. يعني انا كنت في الطائره اليوم مع وفد الوفاق في الرحله الخاصه، معنويات اللاعبين منحقه بعد الخساره القاسيه التي كانت امس امام الاهلي في ملعب في طالب السلام، هم لم يكونوا ينتظروا تلك النتيجه، يعني النتيجه نقول محسومه للاهلي الذي نقول وضع لا في كره القدم لا توجد نتيجه محسومه وجهه نظري يعني. دي حقيقه على فكره وشفناها كثير ليفربول وبرشلونه. حتى نترك حتى نعم انا راح اقول انه 90% فقط يعني اترك 10% تمام وجهه نظرك يعني تمام. الكره القادم ليست علم دقيقه وان كان يحدث اي شيء فوق المستطيل الاخضر ممكن الاهلي يمر جانبا الى الوفاق يكونون في روح كبيره وعاليه بحق المنتهى وهذا ما نتمنى كجزائريين، لكن على ارض الواقع لما نتحدث ونشاهد ما عاشه الوفاق بعد هذه الخساره ومعنويات المحققه للاعبين ممكن نقول انه 90% وفاق سطيف لا يقدر او لا يستطيع ان تسجيل 4 اهداف في مباراه العوده لانه امور ستكون مغايره، الضغط سيكون على الوفاق اكثر لانه وطالب بتسجيل 4 اهداف، لو يسير 20 دقيقه الاولى ويسجل فيها هدف او هدفان ممكن ان تكون النتيجه اكثر في باقي الدقائق، لكن في حال ما ضغط الوفاق بدون نتيجه بدون وصول الى مرمى الشناوي فذلك سيسعد من مأموريته، الوفاق سيلعب بعد يومين من الان مواجهه في الثوري الجزائري سيواجه شارع غريزان الذي يتواجد في اسفل الترتيب، هي مباراه الفوز فيها سيمنح معنويات ربما للاعبين لكن الطاقم الفني مطالب يعني اراحه لاعبي الركائز الذين سيواجهون الاهلي خلال هذا الاسبوع او 4 ايام بعد ذلك وتدوير التشكيله هي مرحله صعبه ستكون للفريق خلال هذه الفتره، سيلعب مباراه بعد يومين وبعده التنقل من سيف الى العاصمه على مسافه 300 كيلومتر والدخول في تربص مصغر هنا في الجزائر العاصمه ليستحضر للاهلي، ظروف ممكن نقول انه ستكون صعبه للفريق معنويا هو لا يتواجد في احد الاحوال. انا بشكرك جدا 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 يا استاذ سمير، استاذ سمير بادي الاعلامي الجزائري، بشكرك جدا على تواجدك معنا على شاشه قناه النادي الاهلي وستظل دائما العلاقات المصريه او ما بين النادي الاهلي وكل الانديه الجزائريه زي ما حضراتكم شايفين حاجه محترمه جدا جدا جدا، النادي الاهلي سيتم استقباله افضل استقبال، كل حاجه هتبقى كويسه ان شاء الله، دائما في الجزائر بتبقى مثل هذه الامور الرائعه هي دائما اللي بتكون عالقه في اذهاننا كلاعيبه كوره وكاعلاميين.